جينا لاخر العاب التحدي اللي ما بنعرفش نتوقع فيها مين اللي هيكسب. الاستاذ عمر والاستاذ انطونيو الاثنين جاهزين بالرماح بتاعتهم. ونبتدي، محدش يتحرك غير لما اقول له جاهزين تشجعوا. يلا ريدي ستيدي جو. الله يا عمر يا عمر، الله يا عمر، خطوه واحده بس، خطوه واحده. ايه كل الخطوات دي؟ يلا حلو قوي، خطوه واحده كمان، خطوه انطونيو، خطوه واحده يا عمر بس كده، خطوتين قرب. لا لسه لسه، خطوه واحده قرب بس بس، خطوه بقى هنا هنا، اقف هنا بس كده، خطوه يا انطونيو، خطوه، تعال هنا يا حبيبي انطونيو، هنا بس هنا، ماشي. واو. ها يلا يا عمر ركز، ها لا لا ركز ركز عشان ركز يا عمر، يا عمر بالراحه بالراحه شويه، ها شويه، هيا انطونيو يلا اقف جنبه، اقف جنبه يلا، ها ها توقعات رهيب. انطونيو اللي كسب التحدي ده، تعالوا نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. جينا للبلاي ستيشن وانا مبهوره انبهار مش عادي بالسيتنجز اللي هم عاملين يظبطوها والفرق اللي عاملين يختاروها، واضح كده ان هم ليل نهار قاعدين قدام البلاي ستيشن، صحيح الكلام ده؟ انت هتكسب ولا هتخسر؟ هكسب. هتكسب كام كام؟ 5-0. 5-0، ده تصريح فظيع، وانت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ اعلى من 5-0، اعلى من 5-0. يلا بينا نبتدي الماتش على طول. برشلونه طبعا فرقه قويه جدا قدام فرقه برضو فيها كل النجوم واللعيبه على مر الازمنه، يلا بينا نبتدي الماتش، ابتدى سخن جدا، اللي لابس تيركواز الله يلا ماشي، فريق كل النجوم وفريق حلوه برشلونه، رونالدينيو رونالدينيو مع الكره، رونالدينيو ولد لا 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 لا، رونالدينيو انفراد، خطا خطا، فرصه جون بس معلش، مارادونا طبعا متالق، ده ايه الفريق الحلو ده، حاجة هايلة هايلة هايلة، ومكملين جم حاد والدفاع قوي، يعني برشلونة بيهجم جامد والدفاع قوي جدا، برشلونة مسيطر على الملعب بس الدفاع قوي قوي. الله الله الله، أول جون 1-0 لبرشلونة، طلع واحد، مفيش الصفر دي يا مصطفى، شد حيلك معانا، ارفع قفل ارفع بقى، حلو قوي، لا مش ممكن، اه الله عليك يا ابني، حلوه حلوه الاثنين، حلوه حلوه الشوطه وحلوه الصده. الجول التاني جاي ولا الدفاع اللي معانا قوي؟ قوي الدفاع، قوي بصراحه، ما هو برده مش اي حد، مش جايبين اي حد، بس بقى ايه برشلونه مش ممكن يا جماعه، التركيز اللي برشلونه فيه هيجيب الكور ده، ما عايزين نروح هناك، نفسنا نروح الناحيه الثانيه على الجناب بقى يا مصطفى، لا مش ممكن، برشلونه والثقه على الجناب، عايزين بقى، ايوه عايزين بقى ان نشوط بقى حلو، الهجم ده يلا حلو قوي، بيليه 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 ده من اعظم اللعيبه والله، ايوه يا بيليه يلا، ايه ده بقى برشلونه، اجري اجري هات مصطفى، يلا يلا بتاعتك، لا مش ممكن، دفاع هجوم برشلونه رهيب، لا 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 لا، ايوه كده ايوه كده، مصحصح كده، بيليه تاني، برشلونه تاني، خد مين اللي خد فاول، يلا كده 1-0 لبرشلونه، فين الخمسه اللي قلنا عليهم يا استاذ مصطفى، يلا بدلنا طبعا، الشوط الثاني ابتدى، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن برشلونه، مش ممكن برشلونه، نشاط مش طبيعي، والجون هنا قوي قوي بقى يا مصطفى من على الجناب، يلا يا مصطفى من على الجناب، بابا بيقول لك مش ممكن، ترقيص وتكتكه وبنباصي لبعض وبنلعب وبنباصي، ايوه فريق روح حلو قوي 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 يا انطونيو، والله 2-0 ده رايق قوي، ده جون رايق قوي قوي، 2-0 برشلونه بيلعب يا رايق، حلو قوي بس بيضحك ازاي، ده ايه الروقان ده يا عم مصطفى، جدا حلوه جدا، حلو يا مصطفى قوي، حلو قوي بنباصي، حلو قوي بيقطع، يا برشلونه صح حلو قوي، حلو قوي بس مش ممكن، ماتش قتال يا جماعه، حلو قوي يا مصطفى، يلا نباصي لبعض يا مصطفى، نباصي لبعض، يا برشلونه قطعت حلوه قوي القطع، ايوه كده، نشاط مش طبيعي، اجري بسرعه يا مصطفى، نشاط مش طبيعي، بفاصيه، ايه يا برشلونه ده؟ ايه يا برشلونه ده؟ ايه يا برشلونه ده؟
برشلونة ده 3-0 مش ممكن على التكتكة والروقان والحلاوة. مش ممكن مش ممكن 3-0 لبرشلونة. برافو أنطونيو والله. حلو اللعب الرايق ده. قاعد رايق أنت؟ بالراحة قوي يا مصطفى. أنت كويس يا مصطفى؟ ده حرام حبيبي يا حبيبي. مصطفى يا مصطفى رابع يا مصطفى. شكلنا 5-0 بالعكس يا مصطفى ولا ايه؟ يلا طلعت الخامس. هات الخامس. برشلونه برشلونه مسيطر سيطره رهيبه. هات جون يا مصطفى ان شاء الله يجيب جون. انت عايزك تتوتر يا مصطفى. ابتدى يتوتر. يلا 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 ايوه يلا 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 يا توف. برافو بتاعتك يا مصطفى. دي بتاعتك لسه زي ما احنا. برشلونه مسيطر. ايه برشلونه مسيطر. اه جاي الخامس. مش هيجيب الخامس. الخامس جاب الخامس. مش هتعديه. جابه خلاص 5-0. خلاص مش هيعدي الخمسه. اخر كلام ده عندك. مش هيعدي الخمسه. طب عايزين جون. طب ماما عايزه جون تفرح بيه. 5-0 لبرشلونه. ابتدينا بان احنا عندنا توقعات عكسيه. جون بس عشان حبايب. مش ممكن ده 6 ولا ايه؟ مش هينفع بقى. مش هينفع بقى. هو قال لك اكتر من 5. قال لك اكتر من 5 وواضح ان هو صحصح لي كده. يا مصطفى يا مصطفى جون يا مصطفى. نجيب جون. احنا عندنا امل نجيب جون. يبقوا 6-1. يا مصطفى الكره كانت معاك يا حبيبي. السابعه. يلا انتوا في حته ثانيه. انت الحق انت بتضحك. يلا مش ممكن يا برشلونة. بالراحه بقى مارادونا. يلا بقى يا مارادونا بقى. يلا بقى يا مارادونا بقى. مارادونا ما لحقش الحقيقه وخلص الماتش. هارد لك يا مصطفى. 6-0 لصالح برشلونه. برافو يا انطونيو الحقيقه بجداره يعني تستحقها. يلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه في الكونكت فور.